السلام عليكم. اليوم نعود إلى مشروع تحويل المفرغ العمومية لوادي السمار إلى حديقة حضارية، وللعلم أن هذه المفرغ العمومية أو الحديقة الآن هي تعد أكبر مفرغة عمومية في الجزائر، وواحدة من أكبر المفرغات العمومية في إفريقيا، وكانت يعني تشوه المنظر العام تاع المنطقة تاع طريق تاع مطار هواري بومدين. الآن أصبحت تحولت إلى حديقة غناء، لكن للأسف ما زالت لم تفتتح. وبمناسبة هذا الفيديو نذكر بعض خصوصيات هذه الحديقة اللي تعد فيها جانب تقني يتكفل باسترجاع النفايات، ما يسمى بالعصارة أو الديكسيفيا، المياه المخزنة تحت هذه الحديقة، وليتم استرجاعها عن طريق ما لا يقل عن 120 بئر ارتوازي ذات غمق بين 80 ولا 120 متر، لتجميع هذه المياه التي تتجمع تحت الحديقة هذه، واللي هي تلوث الخزان الماء إلى ناب فرياتيك. إذن يتم إذن تجميعها واستخراجها وصبها في مناطق نتاع لا ديكونطاسيون باش يتم تصفيتها، وكذلك يتم بواسطة عدة مضخات تجميع كذلك الغازات، الغاز الميطان سي اش 4 الذي يتم تجميعه، وكذلك الآن راه فيه محطة لتحويله إلى كهرباء، محطة صغيرة، محطة بيداغوجية يعني تحويله إلى كهرباء. في انتظار ذلك فيه زوج ديزانسينيراتور محرقة لإحراق هذا الغاز الذي يتم استرجاعه من النفايات هذه اللي ما زالت متخزنة تحت الحديقة هذه. إذن فيه جانب تقني، فيه مخابر لمراقبة هذه التلوث، المستوى تاع التلوث حول الحديقة هذه، في مناطق زراعية كثيرة حول هذه المفرغة. إذن فيه عملية مراقبة و استخبار لكل تطورات تاع مستوى التلوث في المحيط تاع هذه المفرغة. في انتظار ذلك المفرغة تبقى مغلوقة. لمزيد من المعلومات نخليكم تابعوا هذا الفيديو، والسلام عليكم. نحن نبحث من خلال هكذا مرافق من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية واستغلال النفايات بعد فرزها كمادة أولية يمكن استغلالها في بعث عجلة الاقتصاد كمادة أولية من الدرجة الثانية، يمكن لها أن تدر أرباح، يمكن أن تمتص البطالة، ويمكن أن تعطي دفعة قوية لما يسمى بالمؤسسات الخضراء الناشئة التي تمتهن مهنة الاسترجاع والتدوير والرسكلة. المنتزه يعد أول نموذج بيئي رائد في الجزائر، تمكنت من خلاله السلطات العمومية من محو حقبة بيئية قاتمة استمرت لثلاثة عقود، والنتيجة اليوم ظاهرة للعيان. نعم اليوم خدموها دوكا لاباس بها، ودوكا الحمد لله ما كاين ناموس، ما كاين سخات، ودوكا كيما تشوف فيها تشوف الدنيا خضراء، الحشيش وكدا، بكري ما كانش يتحرك. ودوكا الحمد لله ولات كيما كانت الحالة طبيعية رحمة ربي، حسنت الحالة بزاف، هاي الدنيا نقية، نخدم هكذا البقري والغنمي هذه خدمتنا. أراضي فلاحية هنا عاودت استرجعت النشاط الفلاحي؟ هو لاباس رانا نخدموا الحمد لله. ما هي طبيعة المحاصيل اللي راكم تزرعوها هنا في؟ كاين القمح، الشعير، الخلطة تاع البقا اللي نغرسوه، الأطريف، لازيرنا، السيرقو، هذا من تما العام نغرسوه. ولاية الجزائر التي استلمت المنتزه العمومي بغرض تسييره تعمل على تفعيل تجهيزاتها التقنية التي انتهت بها الأشغال منذ العام 2019. من أجل استغلال هذه المحطات المنجزة وتحسين أداء التسيير تسييرهما، فقامت مؤسسة جي سيتال بتسخير كل الموارد البشرية والمالية من أجل ذلك. ف
فالطاقم البشري مخصص متخصص في تسيير كل هذه المشاءات من بينها العصارة النفايات بوضع مخبر لتحاليل. فإن هذا المركب له خصوصية التي هي تتمثل بأن هناك وحدة تثمين الطاقوي اللي يقدر المؤسسة تأخذ فيها خبرة في تتمين الغاز إلى طاقة كهربائية من أجل أخذ كل هذه المشاءات في اكتفاء الذاتي. بما أن الجزائر قد يعني أعطت التزام فيما يخص تقليص غازاتها الدفينة ب 7% مما يتم يعني إنتاجه من غازات الدفينة حاليا، إذا هذا المشروع كيف سيساهم إن شاء الله في التقليص من هذه غازات الانبعاث الحراري عن طريق التكييف وكذلك عن طريق التقليص من الغازات الدفينة؟ أولا بالنسبة للتكييف، فإن عملية تزويد هذا الموقع بحديقة عمومية هذا الغطاء النباتي سيسمح من التقليص من غازات الانبعاث الحراري فيما يخص ثاني أكسيد الكربون. أما بالنسبة للتخفيف فهذا من خلال مختلف الوحدات التي تم تزويد بها هذا الموقع فيما يخص حرق الغازات الدفينة وخاصة غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان، وكذلك عن طريق تتمين غاز الميثان إلى طاقة كهربائية يتم الاستفادة منها. أما بالنسبة لعصارة النفايات التي يتم استخلاصها من باطن هذا المنتزه، يتم معالجتها على مستوى المنطقة التقنية بواسطة تجهيزات عن طريق تقنية التناضح العكسي، حيث يتم فصل الملوثات عن المياه ويمكن الاستفادة من المياه المسترجعة من أجل الغسل واستعمالتها في هذا المكان السيء. جميع النفايات التي كانت مدفونة هنا والتي تفوق كميتها 23 مليون طن، يعني تم تغطيتها بتقنيات حديثة، أنجز فيها ما يقارب 127 بئر ارتوازي من أجل امتصاص عصارة النفايات التي تتحلل وهي مدفونة، وكذلك امتصاص الغازات التي قد تنبعث من مثل هكذا مرافق نتيجة تحلل النفايات، بحيث تم ربطها بشبكتين، شبكة تقوم ب يعني جمع عصارة النفايات عن طريق توربينات إلى محطة معالجة عصارة النفايات والتي يبلغ عددها 3 بقدرة إنتاجية 720 متر مكعب يومي، وكذلك شبكة أخرى تقوم بجمع الغازات التي تنبعث من ذات الآبار حيث تعالج في محطة إنتاج الكهرباء بقدرة 600 متر مكعب من الغاز سائل. سكان العديد من ولاية الوطن سيستفيدون بدورهم من مشاريع مماثلة تبعا للنموذج البيئي الناجح بوادي الصمار. بفضل الخبرة المكتسبة من إذن تهيئة تأهيل مفرغة واد الصمار، سطرنا تمويل من الصندوق الوطني للبيئة والساحل بمبلغ قدر ب 7.5 مليار دينار للقضاء ولإعادة تأهيل 104 مفرغة عشوائية بكمية تفوق 100 مليون متر مكعب من النفايات الموجودة عبر 23 ولاية من التراب الوطني. دعمنا هذا المشروع بمشروع آخر من ميزانية التجهيز، يعني لتسجيل 10 عمليات كبرى للقضاء على أهم يعني المفرغات على 10 ولايات. وسيتيح المنتزه الأخضر بوادي الصمار فرصة حقيقية للمهتمين والمشتغلين في هكذا مشاريع من أجل اختصار الجهد والوقت في سبيل تحسين الوسط البيئي والحد من التغيرات المناخية.